هذا وقد شارك حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله في أعمال الجلسة الأولى المغلقة للقمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة رئيس المؤتمر، والتي عقدت مساء أمس في مركز الملك عبد العزيز للمؤتمرات بمدينة الرياض. كما حضر حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله مساء أمس مأدبة العشاء التي أقامها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة بمركز عبد العزيز للمؤتمرات، تكريما لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول المشاركة في القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية. عودة من جديد الآن إلى مركز الملك عبد العزيز للمؤتمرات بالعاصمة الرياض. أعطي الكلمة الآن لفخامة الرئيس نيكولاس مادورو رئيس جمهورية فنزويلا الصديقة للرئاسة المقبلة للقمة الخامسة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية. Bueno, muchas gracias, querido amigo Rey Salman, custodio de las dos mezquitas sagradas. Quiero sumarme a la felicitación unánime de nuestros 34 países por la exitosa organización, preparación y los exitosos resultados de esta cuarta cumbre histórica de los países árabes y de nuestros países de América del Sur. Felicitaciones, nuestras congratulaciones. Rey Salman, al gobierno, a las autoridades y al pueblo de Arabia Saudita. Igualmente, felicitar el esfuerzo del gobierno de la República Oriental del Uruguay como presidente pro tempore.